فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الأذان ماشيا لكي يشهد له كل من يسمعه، لا سيما إذا كان في البر؟ ما ورد هذا، هذا ما ورد، ولا نحدث شيئا من عندنا. يقف وقت الأذان على قدميه ولا يتحرك ولا يستدير كما سمعتم. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.